وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين والتظاهرات الشعبية للضغط على نتنياهو لقبول توقيع صفقة تبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر خدمة زوم من الناصرة الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ خالد خليفة. حياكم الله أستاذ خالد. حياك الله، مساء الخير. مساء الأنوار أستاذ خالد. بداية وبعد ما يقارب 250 يوما من العدوان على غزة، كما تعلم ما يزال القصف والغارات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين مستمرا، كما أن المقاومة ما زالت توقع خسائر في صفوف ومعدات الاحتلال، بماذا بداية تفسر هذا التماسك التكتيكي والتنظيمي أيضا لدى المقاومة الفلسطينية بعد أن دخلت الحرب شهرها التاسع؟ بالواقع إذا تحدثنا عن المقاومة وهناك الشق الآخر، ما تفعله إسرائيل في غزة، لقد جاء في زيارة إلى غزة بدعوة من الجيش الإسرائيلي الجنرال باتريوس. الجنرال باتريوس وهو من كبار الجنرالات الذين احتلوا العراق وقام بالهجوم على الفلوجة والموصل آنذاك في عام 2005-2006، وقد قاد الحملة ضد الموصل، وقد دعوه إلى غزة قبل فقط أسبوع أو 10 أيام ليكون شاهد عيان على ما تفعله المقاومة ونجاحات المقاومة في غزة، وكيف تستطيع إسرائيل الخروج من هذا المأزق التي دخلت إليه منذ، كما تفضلت، منذ 250 يوما. وقد تجول حسب العديد من المعلومات باتريوس وعدد من الضباط الأمريكيين في غزة، وقال لهم بالحرف الواحد إن غزة تختلف عن الموصل وتختلف عن الفلوجة. لقد كانت إنه من الصعب إن غزة تعتبر عامل أصعب من الفلوجة ومن الموصل بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأن المنطقة هي منطقة صغيرة، وكل تحولات الجيش الإسرائيلي، تحركات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، في منطقة حتى بالشمال كما تفضلتم في الصيرات أو في المركز أو في الجنوب في خان يونس وبعدها أيضا في رفح، كلها منطقة صغيرة وتعتبر منطقة سهلة لاصطياد المدرعات والجنود الإسرائيليين في غزة. وهذا يمكن أن يشرح، هذا ما حاول باتريوس شرحه للجيش الإسرائيلي، أن المنطقة صغيرة والفلسطينيين يتحركون، يعرفون المنطقة جيدا، ومن هنا يكبدون الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة. ولكن نتنياهو يعيش في واقع آخر، يعيش في واقع الانتصارات الإسرائيلية في الثمانينات وفي التسعينات، ويفكر في حسم القيادة الفلسطينية، ويقول كم سيكلفني سأستمر، وخاصة ويظهر ذلك خاصة بعد انسحاب الجنرال جانس وحزب جانس من الحكومة من مجلس الحرب، وهو يحاول المضي في هذه الحرب حتى لو تكلفه أكثر وأكثر وحتى لو تأخذ من الوقت أكثر وأكثر. هذه حتى الآن خطة نتنياهو. وهو لا، أيضا شيء آخر، نتنياهو لا يملك خيارات أخرى، لأنه إذا توقفت الحرب وإذا وافق على أي صفقة فإن نتنياهو سوف يتهم يعني بالتقصير، ويتهم بأنه هو الذي سمح لحماس وتغاضى عن سيطرة حماس وتعاظم قوة حماس خلال 15 عاما الأخيرة، وسمح لحماس أن تكون. ولهذا هنالك الكثير من الحديث اليوم عن إقامة لجنة تحقيق إسرائيلية عسكرية لمحاكمة جميع الذين المتورطين في هذا التقصير الإسرائيلي حسب الرأي الإسرائيلي. نعم، أنتقل بسؤال هنا إلى الأستاذ عدنان الصباح، وهو رئيس مركز جنين للإعلام، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنين. حياكم الله أستاذ عدنان. سلام، تحياتي لحضرتك وضيفك والمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ عدنان. يعني إلى أي مدى تؤثر الخسائر التي توقعها المقاومة الفلسطينية كل يوم في جيش الاحتلال على الجبهة الداخلية لهذا الكيان الصهيوني، وعلى أيضا القيادة السياسية التي بدأت متأزمة وبدأ بعض أعضائها بالقفز عن هذه السفينة؟
يعني اولا اعتقد ان الحال في دوله الكيان حال يرثى له بالمعنى السياسي، يرثى له بالمعنى الاقتصادي، ويرثى له بالمعنى العسكري. الاحتلال منذ نحن في الشهر التاسع وحتى هذه اللحظه لم يتمكن من ان يحمي راس المقاومه او ان يستطيع ان يحقق انجازا واحدا في مكان واحد وفي وقعه واحده ناهيك عن الجريمه التي ارتكبها بالمسيرات. ولكن بالاجمال بالتسعه شهور لا زال قطاع غزه بالكامل مشتعلا حتى هذه اللحظه، ونحن نتحدث عن مناطق دخلها الاحتلال في المره الاولى والثانيه والثالثه وحتى الخامسه دون ان يتمكن من احكام السيطره عليها. مناطق مثل بيت حنون التي تعتبر النقطه صفر مع غلاف غزه حتى الان يضطر هذا العدو للعوده مره وثانيه وثالثه ليواجه المقاومه واستجادها هناك. هذا موجود في المغازي، هذا موجود في جبالي، هذا موجود في غزه، هذا موجود دير البلح في خان يونس، في كل مكان. لا يستطيع الاحتلال حتى هذه اللحظه ان يضع خطه ناجحه للسيطره على بقعه واحده في قطاع غزه بمعنى احكام السيطره. لا، السبب في ذلك ان هذا الاحتلال منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظه يعيش حالتين، الحاله العسكريه التي تلاحقها يعني لعنه 7 أكتوبر وفشل 7 أكتوبر وهزيمه 7 أكتوبر التي لا زالت حتى اللحظه قائمه ولم يتمكنوا من الخروج منها. والسبب الثاني كما ذكرت حضرتك ان الفشل ليس له والد، ليس له اب، يعني الجميع يحاول ان يلقي بهذا الفشل لمن اراد. واود ان اشير لحضرتك بشغله مهمه، ان المعارضه التي تدعي انها تريد اسقاط حكومه نتنياهو، اقول لك بصراحه هذه معارضه كاذبه. هذه لا تريد الان اسقاط حكومه نتنياهو، هذه تريد الان ابقاء الشماعه قائمه لكي يظل المتهم الاول والاخير والذي يحل ممسحه القذاره كلها والفشل كله والهزيمه كلها ومواصله الفشل يريدونه ان يبقى لصالح نتنياهو، هديه لنتنياهو. الولايات المتحده والمعارضه الصهيونيه وكل القوى الرافضه لوجود نتنياهو تسعى للاستفاده من وجوده بالتخلص من الفشل وتركه له. والقوى المشاركه مع نتنياهو تعرف ضعف نتنياهو كما هو حال أري الدرعي وجماعة الحريديم الذين لا يريدون الخدمة بالجيش وهو مضطر للتنازل لهم وخدمتهم وتقديم كل الخدمات لهم ليبقوا صامتين عليه ويبتزونه في سبيل ذلك. والشواذ المتطرفين بن جبير وسموتريتش هؤلاء زعران الاحتلال الذين يعتقدون أن الفرصة بالنسبة لهم أكثر فرصة سانحة لذلك يتصرفون على هواهم. وحتى سموتريتش الذي وهو وزير المالية والذي ترسل له كل الإدارات الأمنية، كل المؤسسة الأمنية، كل قيادة الجيش رسائل أن لا تتصرف بذلك لأن هناك خطر، لا يكيل، لا يعطي أي اهتمام. حتى بن جبير يرفض تنفيذ قرارات وزير الدفاع، وفي آخر محاولة وزير الدفاع وافق على الإفراج عن عدد من جثث الشهداء الفلسطينيين وبن جبير رفض تنفيذ هذا القرار، حتى أن سموتريتش دعا إلى سحل جثثهم. نعم نعم نعم. فبالتالي الكل الآن هناك جمل وقع زي ما يقولون كما يقول المثل العربي، ونتنياهو الجميع يعني يعمل ضده، حلفاؤه يعملون ضده يستفيدون من ضعفه ومن أنه في اللحظات الأخيرة من حياته السياسية. وقد تكون، أنا أقول لك أنا أرى بنيامين نتنياهو سيحدث له كما حدث لرابين، لأن الذي حالة تصعيد النقمة عليه من ذوي الأسرى تزداد يوما بعد يوم، وأكثر زادت لشدة غبائه أن هذه النقمة زادت أكثر بعد عملية انصراف والإفراج عن الأسرى الأربعة. اليوم بعد تصريحات الأسرى والذين قالوا بوضوح انهم تعرضوا للقصف وانهم كانوا مهددين بالقصف، وبعد تصريح ابو عبيده الذي قال ان خلال العمليه قتل 3 أسرى آخرين، اليوم ذوي الاسرى يشعرون بان بنيامين نتنياهو يقتل ابنائهم. طيب عفوا للمقاطعه استاذ عدنان، انتقل بسؤال هنا للاستاذ خالد. استاذ خالد، يعني ابدا باخر شيء ذكره الاستاذ عدنان وهو يعني
إطلاق سراح أو نجاح هذا الكيان لربما يعني تحرير بعض الأسرى لديه، هل نجحت برأيك المقاومة الفلسطينية في قلب الطاولة على هذا الكيان وجعل إنجازه لا معنى له بعد إعلانها أن هذه العملية لربما أسفرت عن مقتل 3 أسرى آخرين، أم كيف جرت الأمور؟ أريد أن أعقب على ما تفضلت وحضرتك في المقدمة بالنسبة للمقاومة من العلاقة المقاومة والجيش الإسرائيلي وما تفضل به السيد عدنان. هناك انظر ما يحدث الآن في رفح، لقد طلبت إسرائيل أن تدخل إلى رفح، شرقي رفح، وطلبت أن تتقدم في شرقي رفح، تقدمت في شرقي رفح رويد الرويدان، بعدها تقول أنها سيطرت على محور فيلادلفي، وبعدها تقول الآن هنالك معلومات تقول أنها تحاول أن تتقدم في داخل المدينة، وقد كلفها في الأمس يعني قتلى وجرحى، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن هؤلاء القتلى والجرحى في منطقة رفح. انظر إلى ما تفضلت به أيضا في انصيرات. بالنسبة لرفح هنالك 3 ألوية، يعني 25,000 جندي إسرائيلي موجودين في رفح مع الدبابات والمدرعات، ومن الصعب عليها أن تتحرك هناك في المنطقة. وفي منطقة رفح حوالي 20,000 إلى 25,000، وهذا أمر معلن. وانظر إلى ما حدث تفضلت به في انصيرات، في مجزرة انصيرات والتي قتل فيها أكثر من 250 فلسطيني، في مجزرة حوالي 3,000 جندي إسرائيلي قاموا بعملية تحرير الأسرى الإسرائيليين، والتي لا نعرف ما هي نتائج هذه العملية التي يمكن أن تكون قد تؤدي إلى مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين كدروس كعبر عن ما حدث. وانظر إلى أيضا ما حدث في جباليا، هنالك دخل حوالي 10,000 في جباليا قبل أسبوعين، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في منطقة غزة حوالي أكثر من 60,000 إلى 70,000 جندي إسرائيلي موجودين بشكل متواصل في غزة. وعندما يتكلمون أيضا الآن عن الهجوم على لبنان أو الهجوم على الشمال لمقاومة حزب الله، يقول لا يوجد لنا، لا نملك الجنود، هنالك 70,000 إلى 80,000 جندي سيتواجدون هناك مدة طويلة في غزة، فأين الجنود؟ نحن نريد إلى 200,000 إلى 250,000 جندي لاحتلال لإعادة إرجاع الإسرائيليين إلى الشمال ولدحر حزب الله من الجنوب، وهذا أمر من الصعب. ولكن الضباط الإسرائيلي يقول لهم نحن لا نملك القوة في جبهتين. ليس أنا فقط أقول هذا الشيء، نائب رئيس قائد الأركان دان هرائيل يقول لا نملك القوة، نعم تفعون قائد المنطقة الشمالية يقول لا نملك القوة في الهجوم على طيب هذا يعني كيف سيؤثر على مجريات المعركة؟ ما الذي سيؤدي هذا الأمر؟ نقص الجنود، هذا يزيد تعميق التواجد الإسرائيلي، استمرار التواجد الإسرائيلي في غزة حسب مفهوم نتنياهو، إلا إذا حاول الأمريكيين إنقاذه في الموافقة على صفقة. الآن بلينكين أتى قبل يومين إلى هنا وقال له بصوت خافت أنا أؤيد الصفقة، أؤيد صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس، قال نتنياهو لبلينكين، ولكن إذا وافقت حماس على الصفقة. ولكن الصفقة يوجد فيها العديد من البنود التي من الصعب أن يوافق عليها حماس، وعلى الرغم من ذلك يمكن القول أن القيادة السياسية لحماس وافقت على الصفقة لأنها جاءت من الأمم المتحدة وجاءت من مجلس الأمن ومن الولايات المتحدة، حماس توافق وإسرائيل بصوت خافت. الآن لماذا نتنياهو؟ نرجع إلى الجدال الذي حدث تفضلت معه مع السيد عدنان، توافق لأنه لا يملك أي قيادة
سياسية أو عسكرية. نتنياهو لا يملك مثل هذه القيادة. نتنياهو انسحب منه جانس، انسحب منه أيزنكوت، وانحل المجلس العسكري، ويقول له بنفير وسموتريش أنا أريد رئيس المجلس العسكري وأنا أريد أن أقود المجلس العسكري. وهذا الأمر يخيف نتنياهو ويقولها بصوت خافت نتنياهو لبلينكين أنا أريد الصفقة. ولكن كيف ستتم الصفقة؟ أنا أرى أنه من الصعب أن تتم الصفقة في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، من الصعب، لأنها هذه الصفقة يجب على في نهاية هذه الصفقة، وحتى حسب رأي بلينك ليس بلينكين، حسب رأي بايدن هذه الصفقة ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، وهذا ما لا تريده إسرائيل. طيب. تقول إسرائيل بعد 9 أشهر حماس ستبقى في غزة، لا يوجد أي مفر آخر سوى أن تبقى حماس في غزة، لأن الكارت السعودي، لأن السعودي لا تتحرك، بلينكين يحاول أن يجلب السعودية والسعودية لا تساعده الكثير في هذا الموضوع. طيب اسمح لي بالانتقال بالسؤال هنا للأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني قرار مجلس الأمن أو دعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار وترحيب حماس بهذا القرار، كيف سيرى النور وكيف ستكون آليات تنفيذه في ظل تردد بنيامين نتنياهو ولربما يعني عدم نضوج موقفه من هذا القانون؟ اولا يعني علينا ان نرى بشكل واضح ان سيد الموقف هي الولايات المتحده، وان الذي يقرر هي الولايات المتحده، والولايات المتحده ليست على عجله من امرها، وهي ليست معنيه بهذا الشكل او ذاك ببنيامين نتنياهو. وكما ذكرت لحضرتك الجميع الان معني بالتخلص من هذا الرجل واستخدامه بابشع الاستخدامات حتى يحققوا اهدافهم من خلاله. والولايات المتحدة ذهبها إلى مجلس الأمن، وتذكر كيف تريثت الذهاب، لم تكن على عجلة من أمرها، استخدام القرار، الحصول على القرار، الهدف منه أولا إسقاط أهمية وصورة قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، وأصبح هذا القرار الآن بيد الولايات المتحدة وتقريبا بإجماع الدول ما عدا روسيا التي امتنعت عن التصويت وبوجه حق امتنعت على أي حق. ثم الآن هذا القرار يحتاج إلى كثير، وترحيب حركة حماس منذ الثانية الأولى رحبت حركة حماس بالقرار وأعلن بدأت استعدادها للتعاطي والتعاون مع الأطراف جميعا لتحقيق هذا القرار، ولكن بناء على التفصيلات، بناء على المحادثات، على المفاوضات، لأنه كثير من الأشياء تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تدقيق. ما هي الرسالة هنا أستاذ عدنان؟ يعني ما هي الرسالة التي تسارع بتوجيهها حركة حماس في كل مرة يتم لربما توجيه دعوة لإيقاف إطلاق النار؟ تسارع حماس ب يعني النظر إيجابيا إلى هذه الدعوة. هذه المرة ما هي الرسالة التي أرادت حركة حماس إيصالها للمجتمع الدولي؟ أولا على عجالة، حماس تدير المعركة السياسية بنجاح كبير كما تفعل في المعركة العسكرية في الميدان، وهي تعرف جيدا أن التأخير ردها أو عدم توضيح ردها سيستخدم بسرعة من قبل الولايات المتحدة، وحتى ردت واستخدموا ضدها حتى الرد حين رحبت وأعلنت حتى اليوم، وبلينكين يقول أن حماس التي تؤجل، حماس التي لا توافق، لأنهم لا يريدون من حماس أن تحافظ على موقفها الثابت وعلى شروطها وعلى رؤيتها، يريدون من حماس أن تأتي راكعة وأن تقول أنا أوافق ما تريدون وكيف تريدون، تعالوا خذوا أسراكم ثم افعلوا بنا ما تشاءون. هذه المواضيع الحادة جدا في حماس. القول السريع أنا أرحب، هذا إخراج لبايدن وعصابته، نحن جاهزون، نحن مستعدون، لسنا حجر عثرة. ولكن هناك من يرى أن هذا القرار يعني جاء فخا للمقاومة، هل ترى ذلك؟ والمقاومة تفهم ذلك، ولذلك الترحيب كان به بعض النصوص كما قرأت حضرتك. أولا نحن نرحب وننظر بعين إيجابية إلى وقف تام للحرب، خروج انسحاب تام لجيش الاحتلال، عودة تامة للنازحين، صفقة تبادل مشرفة، إغاثة فورية وسريعة وكاملة. هذه الثوابت
وضعتها في الترحيب، يعني الحماس رحبت ولكنها أعادت تكرار والتأكيد على ثوابتها. من هنا سنبدأ وإلى هنا سنصل. إذا أردتم أن نتفاوض على هذه القاعدة نحن مرحبين، نحن لدينا رغبة. وفي المقابل الذين يعيبون على حماس أنها تضع شروطا، ما هم يضعون شروطا أسفل، هم يريدون، لا يريدون حماس بالمطلق، يريدون حماس على 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 ركبتيها راكعة. ولكن واقع الحال الذي يحيرهم ويؤرقهم أن واقع الحال في غزة لا يقول ذلك، وهم بحاجة لهذا القرار لكي يضعوه في أيديهم، يسعوا إلى تنفيذه، يتراجعوا هنا، يتقدموا هناك حسب حالة الموقف على الأرض. الأمريكيان يدرسون جيدا ويقرؤون جيدا حالة الحالة في غزة، الحالة في الضفة الغربية، الحالة في الجبهات المساندة، والآن الاحتلال ومعه سيده، نعم في حالة إرباك حقيقية، لأن المعركة ليست عادية. طيب. وحتى اللحظة لم يتمكنوا من تحقيق ما يريدون، وهم غير مواثقين من أنهم سيستطيعون فعل ذلك. طيب أستاذ خالد، عفوا أستاذ خالد، سريعا لو سمحت لي، يعني واشنطن كما تعلم أبدت استعدادها للتفاوض مع حركة حماس لإطلاق محتجزين أمريكيين، كيف ترى هذه الخطوة؟ وأمريكا تصنف حركة حماس بأنها حركة إرهابية وتضعها على قوائم الإرهاب. فقط لا سوف أقول شيء بالنسبة للعلاقة الأمريكية بسرعة. العلاقة الأمريكية مع نتنياهو، نتنياهو قبل 3 أسابيع قال المستشار الأمن القومي تساحن نجبي للأمريكيين أننا ننتظر، يمكن أن تحل مشكلة الأسرى حتى 7 أشهر، أي بمعنى نتنياهو يقول لي إدارة بايدن بأنه سوف لن نتحدث معك لإنهاء الصفقة، سوف نتحدث مع الإدارة المقبلة التي يمكن أن تكون إدارة ترامب. هكذا ما قال نائب رئيس المجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بمعنى أن هناك مخاوف إسرائيلية في إدارة بايدن بأن نتنياهو غير معني بالصفقة حسب الرؤية الأمريكية. من هنا جاءت رؤية أمريكية، وعمل بايدن أو إدارة بايدن المكونة من جاك ساليفان والمكونة أيضا من أنتوني بلينكين، عملوا اقتراح أمريكي، ولكنه اقتراح إسرائيلي، على الرغم من أنه اقتراح أمريكي ولكنه اقتراح إسرائيلي. الاقتراح الإسرائيلي يقول الاقتراح الإسرائيلي الصفقة التي يسمح بإبرام هذه الصفقة مع التي يسمح بالأسرى بتحرير الأسرى الإسرائيليين، بتحرير الأسرى، ولكن في نفس الوقت يسمح للإسرائيليين بالاستمرار في الحرب. شكرا. هكذا. ولكن الشيء الجديد الذي تقترحه إدارة بايدن أن حماس سيبقى في الحكم، وهذا ما لا تريده الإدارة الإسرائيلية. وصلت الفكرة. إذن شكرا جزيلا لك، وعذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفي عبر خدمة زوم من الناصرة الكاتب والصحفي الفلسطيني خالد خليفة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من جنين عبر الهاتف رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح.